الظهيرة مباشرة على الأولى. أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. وسط تدابير احترازية وتعبئة شاملة من طرف كل المكونات التربوية، انطلق أمس الموسم الدراسي الجديد بعدد من المؤسسات التعليمية التي اعتمدت التعليم الحضوري. وروبورتاج النشرة من مدينة وجدة. في بوزنقة توصلت اليوم جلسة الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، وسط إشادة أممية إفريقية وأوروبية بالدور الفاعل للمغرب في جهود إيجاد حل للأزمة الليبية. إقليم تيزنيت يزخر بالعديد من المنتجعات السياحية التي تجلب عشاق السياحة الإيكولوجية للاستمتاع بسحر وجمالية الطبيعة. أهلا بكم، ونبدأ عرضنا الإخباري بالمعطيات الجديدة التي أوردتها وزارة الصحة أمس حول الحالة الوبائية ببلادنا، حيث أعلنت عن تسجيل 1386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و822 حالة شفاء، فيما سجلت 33 حالة وفاة. الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 73780 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في ثاني مارس الماضي، وبلغ مجموع حالات الشفاء التام 56096 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1394 وفاة. وأمام استمرار تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تتواصل الحملات التحسيسية بأهمية الالتزام بقواعد الوقاية لتفادي العدوى. بجماعة طنط بعمالة مراكش تواصل جمعية المجتمع المدني بالتعاون مع السلطات المحلية حملاتها التوعوية بالدواوير التابعة للجماعة عبر توزيع الكمامات الواقية وتذكير الساكنة بإجراءات النظافة والوقاية الضرورية. سمية بلعيشي، محمد حسن مسكور، ونور الدين وباني. الكمامة الوقائية هي في كل المراحل التي قطعناها مع الوباء من أهم وسائل الوقاية شريطة وضعها بالطريقة الصحيحة، وتلك نصيحة ضمن إرشادات أخرى تصدح بها مكبرات الصوت التي تجوب كل الأحياء السكنية والشوارع. بالنسبة لنا دابا ما نخرجوش الا الضرورة، دابا حاليا الكمامة ضروري نلبسوها نخرجوا، والتعقيم ضروري منا. وهاد الحملة دابا اللي دايرين تاع تعيون الناس مزيانة. الله يجعل صدى ربي يرفعنا وعليكم هذا الوباء. حنا الحمد لله راه السلطة واقفة معنا، واقفين معنا كاع الإخوان، والحمد لله راه بخير وعلى خير، وحتى حنا راه عارفين بالحق ديال هذا الشيء، وهذا وردتي البال وليداتنا، وكنخرجوا بخير وعلى خير، وكندخلوا بكمامات نخرجوا بهم. توسيع دائرة الحملة التحسيسية لتشمل العديد من الدواوير التابعة لجماعة تسلطانت تمليه خطورة ما يمكن أن يترتب عن سلوك المواطنين الذي يعكس في كثير من الأحيان استهتارا واستخفافا بخطورة الوباء. والمواطنين كلهم تفاعلوا معنا من بدأت هذه الجائحة، ولله الحمد وعطت الأكل ديالها، وخير دليل وأنه الإصابات اللي كاينة في تسلطنت جد جد بايتة، ونتمنى من الله تعالى الله يرفع لنا هذا البلاء. ونحن يدنا ممدودة ل المبادرات الجادة والمسؤولة للتصدي لجائحات كورونا والتخفيف من آثارها. اليوم كي كتشوفوا بأنه كاين واحد الحملة اللي هي يعني فيها تجاوب ديال الساكنة مع التدابير والإجراءات الوقائية والصحية اللي كتوصي بها المصالح المختصة، كتشوفوا بان المجتمع المدني اليوم هز ملصقات، يعني كيوصل هذا المحتوى للساكنه، ولقينا واحد الوعي تام بهذه التدابير لدى الساكنه. اجواء حماسيه تسود الاحياء وقت الحمله، وبعد انتهائها يعم السكون من جديد، ليبقى للمواطن هامش كبير من الحريه في اتخاذ قرارات يستحسن ان يجعلها صائبه لكي لا يصطدم من جهه بالوباء ومن جهه اخرى بالقوانين.
ووسط أجواء احترازية وتعبئة من طرف كل المكونات التربوية، انطلق الموسم الدراسي الجديد بمختلف المؤسسات التعليمية بوجدة، بداية موسم جديد باعتماد نظام التفويج لضمان دخول مدرسي آمن، تنفيذا للإجراءات التي أوصت بها السلطات المختصة، وذلك بهدف الحفاظ على السلامة الصحية للأطر التربوية والإدارية والتلاميذ والتلميذات. النموذج من المدرسة الابتدائية الوحدة بوجدة في روبورتاج محمد بلوي، رشيد لتبي، وعبد الحنين جميل. معاد وصفاء وإسراء من بين التلاميذ الذين اختار أولياء أمورهم التعليم الحضوري، كانوا مع موعد مع أولى الخطوات في المسار الدراسي والتي انطلقت هذه السنة من مدرسة الوحدة الابتدائية بوجدة بإجراءات استثنائية واحترازية واحترام البروتوكول الصحي الذي أوصت به السلطات المعنية. غسلت يدي. علاش غسلت يدك؟ شو مش ممرض؟ قالولنا ما تقربوش في الناس وما تقصوش في الناس. قالولنا على الصواح اللي خسنا نديروهم، وقالولنا نعقمو يدينا ونغسلوهم بالماء والصابون. أنا مش خوش عطاو لنا، مش خوش عطاو التلاميذ حوايجكم، قلنا تبعدوا على الناس، خوش تلاصقوا معاهم. نعقموا يدينا وما حسناش نلمسوا في الأرض والحوايج الأخرى، وتما حسنا نمنعوا انتشار الفيروس. هذا البروتوكول أنه كان في واحد لينورم ربما متواجدة حتى في نفسها اللي متواجدة في الدول المتقدمة لحسن ما شفنا في وسائل الإعلام الدولية. أما العلم أنها مدرسة عمومية، وفي حقيقة مدرسة عمومية نموذجية بجميع المعايير. الموسم الدراسي لهذه السنة تميز باعتماد التعليم بالتناوب بين الحضور وعن بعد كخيار لجأت إليه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لكسب رهان ضمان إجراء هذه السنة الدراسية في أفضل الشروط. وبهذه المدرسة الابتدائية الوحدة تم اختيار التعليم الحضوري بنسبة 100%. بما أنهم رغبة في الحضور، فهذا اللي اعطانا مجهود كبير أنهم نوفر لهم ظروف صحية تامة.